أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، دائما مع سلسلة في ظلال رمضان، الحلقة الثالثة تحت عنوان أعمال الخير في رمضان. معشر السادة والسيدات، ملأ الله هذا الشهر المبارك الكريم بالفضائل والمكرمات وبالنفحات والبركات، ويحتاج تحصيلها واصطيادها إلى جد وعزم وإلى برنامج وتخطيط. وتحصيل ما في رمضان من خير يحتاج إلى توزيع الاهتمام بين جبهتين. الجبهة الأولى اجتناب الموبقات والمعيقات وأداء الحقوق. معشر السادة والسيدات، إن الابتعاد عما حرم الله في رمضان وفي غيره أسبق من فعل وقول المأمورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكم ضيع الناس من ثواب واستجلبوه من عقاب بما اقترفت أنفسهم وأيديهم وأرجلهم من خلال ظلم الناس بالسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور واغتصاب حقوق الناس وانتهاك حرماتهم ظلما وعدوانا. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال أيضا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال: وليكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. الجبهة الثانية التزام المأمورات والطاعات والقربات، وهي تملأ زمن رمضان بليله ونهاره وصبحه ومسائه، فعلى العبد أن يغترف منها جميعا وأن ينوع بينها تجنبا للملل. ومن ذلك الصلوات الخمس، وهي تسبق كل شيء، والقيام بما يسر الله من ركعات وسجدات. ومن ذلك الصوم الكامل الصادق وتلاوة القرآن وتدبره والذكر والدعاء والصدقة وأداء الزكاة وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفطير السائمين وكسوة الفقراء والعمرة والاعتكاف إلى غير ذلك مما هو من سنن الإسلام في رمضان وخارج رمضان كذلك. معشر الصائمين القائمين المتقين الراغبين فيما عند ربهم، ها هي دي
المأدبة أمامكم، وعلى مائدتها كل ما لد وطاب، فاختر من كل فن طرفا، تذوق كل الأنواع، تفز برضا الرحمن يوم تلقاه، وليس لك من زاد إلا ما قدمت. اللهم اجعلنا من العاملين الصادقين التائبين المنيبين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.